تخفيضات كبيرة للرحلات الداخلية على متن الخطوط الجوية لتركيا. مرحبا اصدقائي، وياكم حارة المهندس. اعلنت الخطوط الجوية التركية تركيش ايرلاينز عن تخفيضات كبيرة جدا لاسعار تذاكر السفر في داخل تركيا، يعني للطيران الداخلي بين المدن التركية. هذا بشرط انه يتم الحجز اليوم او غدا فقط، يوم 17 او يوم 18 نوفمبر يحق لكم تحجزون على هذا العرض المخفض. طبعا هذا العرض يشمل جميع المدن التركية وجميع الوجهات في جميع المدن التركية، وفقط للنقل الداخلي او الطيران الداخلي. اسعار التيكتات راح تكون بسعر 99 ليرة تركية لكل الوجهات، يعني بحدود تقريبا 15 او 17 دولار. هذا الشيء يشمل فقط الفترة من يوم 1 من السنة الجديدة، من يوم 1/1/2021 حاليا الى يوم 21/1/2021. ممكن يوم غدا تتمدد ويصل ايضا الى شهر فبراير. اللي عليكم تسووه فقط انه تحجزون اليوم او يوم غدا، وراح تحصلون هذا العرض المخفض. مثل ما سويت فيديو تقريبا قبل 3 اسابيع ايضا سووا عرض مخفض، وهواي ناس حجزوا واستفادوا من هذا العرض. فاستغلوا الفترة اذا تريدون تسافرون بين الفترة 1/1/2021 الى 21/1/2021. هذه الفترة تقدرون تحجزون على العرض المخفض اللي هو 99 ليرة تركية. هسه مثل ما راح اشوفكم بالتطبيق مع الخطوط الجوية التركية، واللي بامكانكم انتم ايضا تفتحوا فيها هواتفكم او لابتوباتكم وتحجزون بانفسكم. فتابعوا ويانا، راح اشوفكم شلون تدخلون والاسعار مال التيكتات. طبعا لسه اول ما نفتح البرنامج مال خطوط الجوية التركية تطلع لنا هذه الواجهة، نختار بوك اوف فلايت. اول شيء اللي فوق نحدد اذا نريد ون واي راوند تريب، يعني ذهاب وعودة. اختارينا ون واي، خلينا نفرض هسه حاليا راح اختار من ألانيا غازي باشا الى مثلا اسطنبول، الى اسطنبول مثلا مطار اسطنبول الدولي. فراح نكتب اسطنبول، راح يطلع لنا مطار اسطنبول ايربورت نختاره، وهنا راح نختار التاريخ. حاليا بالبداية راح اختار تاريخ نهاية شهر 12 ديسمبر حتى تشوفون انه هذا ما بيعرض. ندوس سيرتش فلايت، هسه راح تطلع لنا الرحلات. شوفوا اسعار امامكم، يعني الاسعار كلها مرتفعة 159-342، وهذا الامر يشمل جميع الايام قبل 1/1/2021. حاليا راح اختار مثلا، لنفرض نختار يوم مثلا بنهاية الشهر مثلا 20/1/2021، راح نقول له سيرتش فلايت، راح يطلع لي سعر التذكرة هو 99 ليرة تركية مثل ما تشوفون. هذا الشيء يشمل جميع الايام من يوم 1 الى يوم 21، كذلك يوم 21 ايضا، ويوم 22 راح يختلف السعر. مثلا لنختار يوم بعد هذا التاريخ مثلا يوم 24/1، راح نشوفه يرجع السعر الى ما كان عليه في السابق. ومثل ما شفتوا بينت لكم امامكم شلون تفوتون على موقع الخطوط الجوية التركية وتحجزون اذا عندكم الفيزا كارد او الماستر كارد بدون داعي انه تروحون مكاتب السفر وشركات السفر. هذا فقط مثل ما وضحت يشمل العرض، لازم تحجزون اليوم او يوم غدا بعدها راح ينشال هذا العرض، ويشمل ايام السفر بين 1 ويوم 21 من شهر 1 من سنة 2021 السنة الجديدة. اتمنى ان شاء الله كالمعتاد استفاديتوا من هذا الفيديو. اهم شيء نريد همتكم، لا تنسون تشتركون بالقناة، تنورونا وتنضمون لعائلتنا، وتنشرون هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفادون الناس من هذا العرض ويستفادون من هاي المعلومات. خليكم في بيوتكم، حافظوا على نفسكم، ويا رب ان شاء الله نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.